طبعا طبعا بطبيعة الحال احنا يعني لا نريد اي شيء من شأنه ان يحدث انقسام في الاتحاد الافريقي، وهذا الموضوع كان يعني بشأنه حدث انقسام كبير في الاتحاد الافريقي، فكان لابد من التعامل معه بحكمة حتى لا يحدث آثارا سلبية على الاتحاد، لأن هناك رغبة مشتركة في أن الاتحاد يقود جهود الدول الأفريقية للبناء والتنمية والأمام. فالآن بعد هذا القرار الذي تم اتخاذه وتحديد مسار للعمل بشأنه في الفترة القادمة، نأمل أن هو سيتم التعامل معه بحكمة والتوصل إلى حل مناسب بشأنه، يراعي دستور الاتحاد الأفريقي ويراعي إجراءات الاتحاد الأفريقي، وأن الدول الأعضاء الاتحاد الأفريقي لها الصوت في هذا الأمر بطبيعة الحال، واللجنة السبعية اللي فيها عضوية الجزائر بطبيعة الحال سوف تكون منخرطة في هذا الأمر في الفترة القادمة مع الدول الأخرى لإيجاد التسوية المناسبة التي يتم طرحها على القمة القادمة في فبراير 2023، حتى يتسنى هذا الموضوع التعامل معه بحكمة.